الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام في احتجاجات رسول الله صلى الله عليه وآله مع المخالفين، مع اليهود والنصارى والمنافقين. وصل ابن الأمر إلى هذه الرواية أنه مجموعة من كبار اليهود أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، 40 شخصا من كبار اليهود، وأرادوا دحر حجة الرسول وإبطال كلامه، فلهم محاجة مع رسول الله، يستشكلون على رسول الله بأمور، والرسول صلى الله عليه وآله يجيبهم. وهذه الرواية إن شاء الله نذكرها في هذه الليالي المباركة من شهر ذي الحجة. ولكن قبل أن نبدأ هذه الرواية نمهد أمورا. الأمر الأول، الكمال على قسمين، كمال اختياري وكمال اضطراري. الكمال الاضطراري كالكمال الحسبي، الكمال في الحسب والنسب، الكمال في العائلة، شخص يولد في عائلة عالية من حيث المكانة الاجتماعية، هذا نوع كمال له ولكنه ليس باختياره. الكمال في الظاهر، جميل له جمال، هذا الجمال كمال غير اختياري للإنسان، قد يكون في بلد، هذا البلد عند الناس عند العرف بلد مهم، قد يأمل الإنسان في الوصول إلى ذلك البلد، هذا كمال للإنسان أن يكون في بلد، أن يولد في بلد، في عائلة بشمائل خاصة، من حيث الصحة أن يولد صحيحا لا سقيما، هذا كمال ولكن ليس باختياري. المهم هو الكمال الاختياري، الكمال في العلم كمال اختياري، بهمة الإنسان يصل إلى هذا الكمال. الكمال في الأخلاق والآداب، تشوف البعض سيء الخلق، البعض لا، تشوف أخلاقهم حسنة، هو الذي عمل على حسن الأخلاق في نفسه، هذا كمال اختياري. تشوف التقوى، الجهاد، المثابرة، العمل الصالح، شخص يعمل الصالحات، يرتبط بالناس، يخدم الناس، يقضي حوائج الناس، فيرتفع شأنه ومقامه في الناس، هذا كمال اختياري. وكذلك التهجد، المتعبد الخاضع لله عز وجل، هذا له كمال اختياري. فإذن لو دار الأمر بين الكمال الاختياري والاضطراري، أي الكمالين تثقل في الكفة في الميزان، نخلي الكمال الاختياري أو الاضطراري؟ لا شك في أن الكمال الاختياري يثقل في الكفة. إحدى النقاط التي يذكرها هؤلاء اليهود مع رسول الله، يقولون ليس فيك خصوصيات الأنبياء السابقين، لكل نبي مزية وخصوصية، ولكن أنت تدعي النبوة يا رسول الله بتعبيري، وليست فيك تلك الخصوصيات. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهم عددوا تلك الخصوصيات لنرى أن في مثلها أو أفضل منها. قالوا بأن النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام خلقه الله بيده، خلقتك بيدي، وهذه خصوصية، ونفخ فيه من روحه،
هاي خصوصية، هذه الخصوصية لا توجد لك يا رسول الله. في الروايات الشريفة أن الله عز وجل نفخ في شخصين من روحه، في النبي آدم عليه السلام وفي النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام، والباقون النفخ المطلق العام اللي كان مثلا، مو نفخ خاص، إعطاء خاص، هذه خصوصية لا توجد لك. الرسول صلى الله عليه وآله يذكر لنفسه خصوصية أخرى، يقول صحيح، أولا آدم أبي، فما للأب يصل للابن، فإذا روح آدم كانت في آدم أنا بضعة من آدم انتقلت إلي تلك الروح أيضا. الله خلق أبي، فإذا هذا فضيلة لأبي أن الله خلقه بيديه، طبعا اليد علامة القوة كما هو واضح، وكلتا يديه يمين كما في الرواية، لله يدان، طبعا شنو المقصود به؟ يعني القوة، القوة المطلقة. العرب كما في رواية الإمام الباقر سلام الله عليه في الفقيه، العرب يقول للقوة واذكر عبدنا ذا الأيد، داود ذا الأيد، ذا الأيد يعني ذا القوة. طيب إذن ففي الرواية كلتا يديه يمين، يعني لا تتصور أن لله يد في الجانب الأيمن في الجانب الأيسر، لأن الله عز وجل لا يحيط به المكان، فلا يمين ولا شمال له. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله قال بأني ابن آدم، طيب ولكن في خصوصية أقوى من خصوصية أبي آدم، وهي أن المسلمين بعد شهادة أن لا إله إلا الله يشهدون بأني رسول الله. يشهدون بأني رسول الله. طيب الشهادة بأنه رسول الله أفضل من خلقة الله آدم بيديه؟ نعم. كيف؟ خلقة الله آدم بيديه قضية اضطرارية، هذا فضل من الله لآدم، كما قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولايتي لعلي بن أبي طالب خير من ولادتي منه، لأن ولايتي فرض وولادتي فضل، هذا لطف من الله أني أصبحت من ذرية علي بن أبي طالب. فالخلقة مو قضية باختيار آدم، ولكن أن يشهد الناس أن هذا رسوله في كل صلاة خمس مرات، في كل يوم خمس مرات، هذا يدل على استمرار صلاح رسول الله. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان على الجادة واستمر على جادة الشر وعلى جادة رضا الله، فلذلك في كل يوم يقرن اسمه باسم الله عز وجل، فهذا أمر يرجع إلى اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله، وذاك فضل غير اختياري. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، نأتي إلى هنا نقول أن خلقة آدم، كيف الله خلق آدم بيده نفخ فيه من روحه؟ الله عز وجل في البداية خلق الجان، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، النار السموم نار لا حرارة فيها ولا دخان، خلق الجان. بعد ذلك من أبناء الجان ولد الجن، فالجن من أبناء الجان كما في بعض الروايات، راجعوا التفاسير، وإبليس من الجن، من أبناء الجن، تزوج بلهبة بنت الجان، يعني تزوج بابنته عمه أو ب يعني حسب التنازل الذي حصل. فالجان كان يسكن الهواء، والجن كان يسكن سماء الأرض، ويعبدون الله عز وجل، فأصبحوا أقواما كثيرة. السماء افتخرت على الأرض بأن في من يعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هؤلاء كانوا كلهم يعبدون الله عز وجل، فالسماء افتخرت على الأرض كما في هذه الرواية. الأرض اشتكت إلى الله، يا رب ليس في من يسبحك
ويتهجد لك ويعبدك. الله عز وجل قال لها: سأخلق منك من أرزقه العقل والعلم والتقوى وأنزل عليه كلامي. سأخلق منك هكذا. بعد ذلك أنزل الجن إلى الأرض، كانوا في سماء الأرض، أنزلهم إلى الأرض. إبليس لعنه الله كان يعبد الله أحسن عبادة، 1000 سنة عبد الله فرفعه الله إلى السماء الأولى، 1000 سنة عبد الله فرفعه الله إلى السماء الثانية، وهكذا إلى السماء السابعة، حتى أن جبرائيل وميكائيل عندما كان يمران من قرب إبليس كان يخاطب أحدهما للآخر ويقول: ما رأينا عبدا خلقه الله يعبد الله هكذا أفضل من الملائكة. هذا وضع إبليس. بعد أن سمع الله إبليس لعنه الله بين الله وبين الأرض هذا الكلام، قال: هذا شنو اللي الله راح يخلقه اللي يكون أفضل مني؟ فالله أمر جبرائيل أن يستلم قبضة من الأرض، من سهالها، من سهولها وجبالها، من أماكن مختلفة، من قعرها، من بسيطها. جبرائيل نزل إلى الأرض. إبليس لعنه الله خاطب الأرض أنه سيخلق منك من يعصي الله، فالأرض خاطبت جبرائيل أنه لا تأخذ مني قبضة، أنا ما أريد يكون في على وجهي من يعصي الله عز وجل. فجبرائيل رجع، احتار ورجع، أرسل ميكائيل رجع، أرسل عزرائيل، عزرائيل لم يسمع قول الأرض وأخذ قبضة. انتظر 40 سنة إلى أن سأله الله عز وجل: ما بيمينك؟ قال: قبضة من التراب حيث أمرتني. فبهذا التراب خلق الله عز وجل آدم، وسنين عديدة كان ترابا بلا روح، بعد ذلك نفخ فيه من روحه وقال للملائكة: اسجدوا، فسجدوا إلا إبليس: استكبرت أم كنت من العالين. في رواية سابقا يمكن ذكرنا هذه الرواية أنه الملائكة قالوا، الله عز وجل قال له: استكبرت أم كنت من العالين. يجي يسأل الإمام يقول: من المقصود بالعالين؟ الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم. يعني هناك حالتان لعدم السجود لآدم، الحالة الأولى الاستكبار، الكبر، الحالة الثانية أن تكون من العالين. من هم العالون؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية عن الإمام الباقر: العالون أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، كنا قبل خلقة آدم نسبح الله ونقدسه 1000 سنة قبل خلقة آدم ونحن حول العرش. فإنما أمر الملائكة بالسجود لآدم، إنما أمروا بالسجود إلينا في الواقع، لأننا في ذرية آدم، في صلب آدم، هكذا كان. فمن يسجد إليه لا يسجد طبعا. فإبليس عصى القضية المعروفة. أما القضية بالنسبة إلى نفخت فيه من روحي، ما المقصود بالروح؟ روح الله عز وجل. في روايات عديدة أذكر بعضها إن شاء الله، أن المقصود بالروح قدرة، من روحي يعني من قدرتي. في رواية أخرى أن المقصود من روحي كما الله عز وجل ينسب بيتا من البيوت إلى نفسه يقول بيتي، ينسب رسولا من الرسل إلى نفسه فيقول رسولي، ينسب أمرا من الأمور إلى نفسه، كذلك في الروح يقول روحي ونفخت فيه من روحي. الروح مشتق من الريح كما في رواية أخرى، لأنها كالريح لا تكون قارة. فعندما أمر الله عز وجل هذه الروح بعد أن خلقها أن تنفذ في آدم، قالت الروح يطلق في الهواء يعني في السماء، فقالت: هذا مكان ضيق، كيف أنا أدخل فيه في بدن الإنسان؟ فأدخلها الله عز وجل في بدن آدم. هو هذا المقصود بالروح، ليس أكثر من ذلك. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بعد أن يبين الرسول صلى الله عليه وآله
خصيصته على قضية آدم اليهود يقبلون، يقولون صحيح، مع أن الرسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا أحتج عليكم بما في التوراة، يعني يذكر من التوراة أنني خصصت بأن يذكر اسمي مع اسم الله عز وجل، وأن لي لواء الحمد كما نذكره في النقطة الرابعة إن شاء الله. شنو لواء الحمد؟ اليهود يقبلون، يقولون صدقت، صحيح خلق الله آدم بيده ولكن لك هذه الخصائص فصدقت. قطعا التوراة الآن محرفة ولم تكن محرفة سابقا، أو كانت محرفة ولكن بتحريف أيضا فيها بعض الإشارات. فهؤلاء أولا يعني يصدقون رسول الله لأنه أوصاف رسول الله كشخص كانت مذكورة في التوراة. سنجي نذكر الراوي من كان في هذه الرواية بين رسول الله وبين اليهود، كان من علماء اليهود وأسلم، هو هذا أسلم لأنه وجد أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله مطابقة مع ما في التوراة. إذن في التوراة كانت أوصاف لرسول الله كأوصاف بدنية وأيضا علائم لرسول الله. من العلائم هذه العلامة، قد يكون الرسول صلى الله عليه وآله ذكرهم بتلك العلامة، يعني يمكن هم كانوا غافلين أن اسم الرسول صلى الله عليه وآله يذكره قومه ومن يتبعه مع اسم الله، هذا مذكور في التوراة بعنوان أنه من يأتي في آخر الزمان يذكر اسمه مع اسم الله 5 مرات في كل يوم. فالرسول صلى الله عليه وآله بيّن ذلك لهم، فلذلك رضوا وقالوا بأن هذه فضيلة اختيارية وتلك فضيلة غير اختيارية. وفي رواية أخرى أيضا أنه الله لما قال ونفخت فيه من روحي، لما نفخ فيه من روحه، قال من روحي حتى يتم الحجة على إبليس. لو كل البشر الله كان ينفخ فيهم من روحه، بعد هل كانت تتم الحجة على إبليس؟ لا، هذا حاله، حال آدم حال بقية الناس لا، ولكن لآدم مزية أن الله عز وجل اختصه بهذه الميزة فتمت الحجة على إبليس. إبليس ما يقدر يقول أنا كذا وأنت كذا، لا لا لا، الله خلقه بيده وبث فيه من روحه، لذلك ما يقدر إبليس يعتذر بأي عذر. النقطة الرابعة والأخيرة، الأمر الرابع، الرسول صلى الله عليه وآله هنا يقول ولواء الحمد، أنا لي أن يقرن اسمي باسم الله 5 مرات ولواء الحمد لي. شنو لواء الحمد؟ فبحث مهم جدا ونافع لنا شخصا، رحنا نطرحه يمكن بعد ليلتين حول الحمد، شنو فوائد الحمد؟ الحمد لله، هسه هذا ذاك البحث نطرحه، وكيف يكون الحمد لله عدلا للاستغفار وأعظم من الاستغفار وهو أعظم الأذكار الإلهية على الإطلاق، هذا إن شاء الله يأتي. أما لواء الحمد، اللواء يعني العلم، اللواء علم، علم لواء الحمد بدي، الحمد مصدر، المصدر إما أن يكون بمعنى اسم الفاعل وإما أن يكون بمعنى اسم المفعول. الشهيد تارة بمعنى الشاهد وتارة بمعنى المشهود عليه مثلا أو المشهود له. ضرب زيد عمرو أو عمرا، الضرب هنا إما الضارب أو المضروب. لواء الحمد، شنو المقصود بالحمد؟ يعني لواء الحامد أو لواء المحمود. إذا كان المقصود لواء الحامد، يعني الرسول صلى الله عليه وآله أفضل من حمد الله عز وجل وخير من ثنى عليه. بس شنو معنى الحمد؟ تفصيل الحمد يأتي إن شاء الله في تلك الجلسة اللاحقة. فخير من ثنى الله، حمد الله عليه، فله لواء الحمد، ارتفع على تلك المرحلة العالية اللي لم يرتفع عليها أي نبي.
هسه في روايه قد اصل لا اصل اليها، شنو الوسيله؟ لانه في الادعيه ندعو لله ان يعطي للرسول الوسيله. الوسيله منبر عظيم، الرسول صلى الله عليه واله جالس، ألف مرقات، ألف درج فيه، في هذا تفصيله راح يجي. الرسول فوق، وفي الدرج الذي يلي درج رسول الله صلى الله عليه واله امير المؤمنين، وفي باقي الدرجات الانبياء على اختلاف درجاتهم في المعرفه وفي الحمد. وامام هذا المنبر الخلق العظيم ممن تظلهم هذه الرايه، رايه الحمد، طولها مسيرة ألف سنة، تظل شرق القيامة وغربها الكل. فمن يكون تحت راية الحمد فهو مأمون. هذا راية الحمد يعني رايته الحمد، بما أن الرسول صلى الله عليه وآله حامد. وقد يكون المقصود المحمود، راية الحمد يعني راية المحمود، رسول الله صلى الله عليه وآله محمود. ومن الليل نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شنو المقام المحمود؟ في الروايات مقام الشفاعة، مقام الشفاعة. شنو يعني رسول الله محمود؟ يعني حمد الناس لرسول الله، يعني الناس الأنبياء جميع البشر يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محمود، هو يحمد الله وهو محمود من قبل الناس. هذا المقام المحمود. كل شخص على وجه الأرض يحمد، إنما هو بتوفيق من رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله هو واسطة الفيض الإلهي، الله يفيض علينا. كل هذه المخلوقات بكل احتياجاتها، إنما الرسول صلى الله عليه وآله الوسيط لخلقه بإذن الله عز وجل. فعندما أنا المخلوق أقول الحمد، فهذا الحمد يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهو المحمود. فهذا لواء الحمد يكون بيد أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله، يعطيه لأمير المؤمنين، فأمير المؤمنين بيده اللواء، وهو يتقدم على رسول الله إلى الجنة. في رواية رسول الله يقول تقدم إلى الجنة، أمير المؤمنين يقول كيف أتقدم عليك؟ قال صاحب اللواء يتقدم. يمكن الأهم يكون خلف اللواء، والصاحب اللواء يتقدم، ثم يدخل رسول الله ومن معه ممن آمن به. إذن هذه المحاور الأربعة في هذه الرواية. لاحظوا الرواية، وعن ابن عباس قال خرج من المدينة 40 رجلا من اليهود، قالوا من العلماء، كانوا مو من جهال اليهود، ما يقدرون الجهال يناقشون رسول الله، قالوا انطلقوا بنا إلى هذا الكاهن الكذاب حتى، والعياذ بالله طبعا، حتى نوبخه، يعني نلومه نهدده في وجهه ونكذبه. شنو هذا اترافع انه انا رسول الله؟ شنو الدليل على ذلك؟ فحتى ندحض حجته، فانه يقول انا رسول رب العالمين، وكيف يكون رسولا وادم خير منه ونوح خير منه وذكر الانبياء؟ شلون يعني خير منه؟ يعني في هؤلاء الصفات المفروض في الرسول، في اي رسول، في اي من مدعي للرسول للرساله تكون مثل هذه الصفات، ولا توجد مثل هذه الصفات في هذا المدعي. وذكروا الأنبياء عليهم السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام من كبار علماء اليهود، من أكبر كبار علماء اليهود، أسلم، اسمه حسين، أسلم على يدي رسول الله بعد أن دخل رسول الله إلى المدينة، قبل أن يدخل المدينة في مسجد قباء، في منطقة قباء هناك كان رسول الله، أتى إلى رسول الله فوجد في رسول الله العلائم المذكورة في التوراة فأسلم هناك. فهذا الآن هذه القضية بعد حرب بدر، فهو كان مؤمنا مسلما ولكن كان كبير اليهود سابقا، فكأنما كانت له ميانة مع اليهود، فهو إما أن يتوسط بين رسول الله واليهود في المناظرة،
وإما أن يكون كشاهد. فرسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب هذا اللي هو الآن مؤمن به. فقال النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله ابن سلام، كان أعلم اليهود، التوراة بيني وبينكم، ترضون بحكم التوراة؟ فرضيت اليهود بالتوراة، كتابهم المقدس. فقال اليهود آدم خير منك. طبعا الخير هنا مسلوب التفضيل حسب القاعدة، يعني لآدم الخير ولا خير لك، مو خير معناه أخيار الأفضل، لك الخير ولآدم خير أكثر، لا، صرف الخيرية، لأن الله عز وجل خلقه بيده، يعني بلا واسطة. قلنا الحكمة ليحتج على إبليس، وإلا في الرواية، لاحظوا الرواية عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: لو أن الله خلق الخلق كلهم بيده لم يحتج في آدم أنه خلقه بيده فيقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أفترى أفترى الله يعبث الأشياء بيده؟ الله ماكو داعي أنه يجي يخلق باليد، فليش نسب بأنه خلقه؟ ليتم الحجة على إبليس. خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وبين الروح، وفي روايات متعددة لاحظوا التفاصيل المختلفة. مثلا الصدوق ينقل عن أبي بصير عن الباقر: روحي قدرتي. في رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: اليد في كلام العرب أي القوة. رواية أخرى سماعة عن الباقر عليه السلام: هي من قدرته من الملكوت. هذا الروح قدرة خاصة من الملكوت. ونفخ فيه من روحه. فقال النبي صلى الله عليه وآله: آدم النبي أبي. زين، إذا هاي فضيلة لآدم فأنا ابن آدم أيضا، لي حظ من هذه الفضيلة. فإذن ولكن لي ما هو أفضل من آدم؟ كيف؟ وقد أعطيت أنا أفضل مما أعطي آدم. قالت اليهود: وما ذاك؟ قال: إن المنادي ينادي كل يوم 5 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بينا أن ذاك كمال اضطراري لآدم، وهذا كمال اختياري للرسول، لأنه بقي على جادة الشرع، لأنه كان عبدا لله عز وجل، ففي كل يوم يقرن اسمه باسم الله، هذا أمر اختياري. لذلك رضيت اليهود، ولو مو هذا المقارنة بين الأمر الاختياري وغير الاختياري، كان يمكن لليهود أن يعترضوا على رسول الله، يقولون: أنت قومك دي يتبعوك هكذا، أنت أمرت قومك بكذا. ولكن هذه العلامة كانت في التوراة، وهذا الاختيار وغير الاختيار هو الفارق، أو أحد الفوارق حسب ما نرى. وقد أعطيت أنا أفضل، نعم. ولم يقل آدم رسول الله، هذا ما كان، لم يقرن اسم آدم باسمه الله عز وجل. ولواء الحمد بيدي يوم القيامة وليس بيد آدم. لواء الحمد، هذا اللواء الذي من أظله هذا اللواء دخل الجنة. وفي الروايات المتعددة تحت هذا اللواء آدم فمن دونه من ذريته، اللي هذا اللواء رسول الله بيده ويعطيه لعلي بن أبي طالب عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولواء الحمد بيدي يوم القيامة وليس بيد آدم. فقالت اليهود: صدقت يا محمد. وهو مكتوب في التوراة. قال: هذه واحدة. إذن في التوراة مكتوب. هل غفل اليهود عن التوراة؟ يمكن، كثير من الأحيان الكبريات معلومة، المصادق مجهولة. عموما واحدا في الحياة العائلية يشوف، يعرف الأخلاق الحسنة، يعرف حسن المعاملة مع الزوجة مع الأطفال، كل هاي كبريات مسلمة، ولكن لما يجي للمصداق يخطأ المصداق فتذكره: هنا أسأت التصرف، هنا أسأت الحكم، أسرعت في الحكم، هنا كذا كذا. هو بيان المصداق. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في توراتكم، طبعا كانت محرفة ولكن فيها بعض الخصائص أيضا وميزات بعض الأنبياء ومنها الرسول صلى الله عليه وآله، فيقول في توراتكم هذا مكتوب وهذا أمر اختياري، فلي الفاضل على النبي آدم.
قبلوا بذلك. القسم الثاني قالوا بأن موسى خير منك وذكروا العلة، والرسول صلى الله عليه وآله يجيب. هذا إن شاء الله نتركه لليلة المقبلة. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.